مادة الأحياء برضو فيها بعض التعديلات لصالح الطلاب. كانت السؤال إذا أجاب إثمار عذر صناعي الموجود بنموذج الإجابة، ده الموجود بنموذج الإجابة، أو الطفرة المستحدثة. يعني الطالب يزود كلمة استخدم أو ضع الإجابة الطفرة المستحدثة، كده تبقى إجابته إيه؟ سليمة. سؤال ثاني اختياري كان رقم 1 في الاختياري، رقم 2 19 في باء، رقم 37 في جيم، رقم 28 في دال. يمنح الطالب درجة سؤال إذا أجاب الحزام الصدري الموجود بنموذج الإجابة، دي النموذج اللي موجودة فين؟ البديل الثاني أو عظام الكتف. لو كتب الطالب عظام الكتف تحسب له درجة إيه كاملة. النسبة المئوية للنجاح 86.1، وجدير بالذكر أن حصل على الدرجة النهائية 202 طالب في مادة الأحياء. متبقي لدينا علم النفس ولم تجر عليه أي تعديلات. النسبة المئوية للنجاح 89.8. جدير بالذكر أن 169 طالب حصلوا على الدرجة الإيه؟ النهائية.